بدايته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالإذاعة البكار، المهجنات، الأصايل لأبناء القبائل، شعارات متميزة وأسامي لامعة ورنانة في هذا العالم الساحر، تشارك مع هذا الانطلاق المثير، تشارك في هذا الاندفاع المتميز من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي. ننطلق بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي قادت المجموعة واندفعت منذ البداية بناموس هذا الشوط. نوادر لسالم بن عود بن حمد بن عود العامري، انطلقت بالمقدمة، تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني، التحديات القادمة في هذه اللحظات، والتسلل، التسلل مع المركز الثاني، أرهني برلين لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، والقدوم مع المركز الثالث من بروق لمحمد بن خليفة بن شاهين الغفلي، يتسلل أيضا وينطلق مع المركز الثالث مع بروق، رابع التحديات، المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التحديات القادمة في هذه اللحظات من الذهيبة لسيب بن مبارك بن غويث الكتبي، متابعا لانطلاقة الذهيبة مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى هني الشرود لسعد بن طالب بن محمد بن شفيع، من يتابع انطلاقة الشرود مع المركز الخامس. وسادسا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة الظبية لحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، من يتابع انطلاقة الظبية، النقلة التالية مع المركز السابع. وأرهني شحانية تتسلل في هذه اللحظات مع المركز السابع بشعار نايف بن منصور بن بدحان الهاجري، من يتابع انطلاقة الشحانية وهي قادمة من ميدان الشحانية من دولة قطر الشقيقة، نرحبها أجمل ترحيب مع هذا الانطلاق المثير. وثامن التحديات من الجانب الآخر، نتابع غزل تتسلل في هذا الانطلاق المثير لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي، من يتابع انطلاقة غزل مع المركز الثامن. تاسع التحديات، العنود لعلي بص خير بن حمد العويسي، وعاشرا من الجانب الآخر نتابع مريفة مع المركز العاشر، تتسلل في هذه اللحظات لحمد بن نافع الشدي المنصوري، من يتابع انطلاقة مريفة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن نتابع البداية، نعود مع المقدمة، مع سكان المقدمة، مع الكوكب الثنائية، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع نوادر وهي نادرة أيضا بشكلها واندفاعتها المتميزة. سالم بن عود بن حمد بن عود العامري، من يتابع انطلاقة نوادر وهي تنفرد منذ البداية بناموس هذا الشوط. الظبي مع المركز الثاني، الظبي تتسلل مع المركز الثاني بشعار الحميدي بن سالم بن حمود العمري، من بدأ أيضا يتابع انطلاقة الظبي مع المركز الثاني. ثالث التحديات، أرهني الذهيبة لسيب بن مبارك بسيب بن غويث الكتبي، من يتابع انطلاقة الذهيبة مع المركز الثالث. رابع التحديات، القدوم في هذا الانطلاق المثير مع هذا التحدي الرائع، وأرى غزل بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الرابع لمحمد بن أحمد بن مطر بن ماي الأخيلي، من يتابع انطلاقة غزل مع المركز الرابع. خامس التحديات، أرهني بروق لمحمد بن خليفة بن شاهين الغفلي، والانطلاق المثير والرائع مع المركز السادس من الشرود لسعد بن طالب بن محمد بن شفيع. ولكن من الجانب الآخر التحديات الضبية لحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، من يتابع انطلاقة الضبية. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن، والتسلل الباين والملحوظ من الشحانية.
نايف بن منصور بن بدحان الهاجري من يتابع انطلاقة الشحانية، ولكن من الجانب الآخر الفايز لهلام بن بطي بن محمد الغفلي، والقدوم مع المركز العاشر من العنود لعلي بن صغير بن حمد العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمرة الثانية على التوالي للعشر المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة. أرهني الظبي من قادة المجموعة بالشعار الحميدي بن سالم بن حمود العمري، شعار مرموقة اللي انتزعت ناموسي أول أشواط صباحي هذا اليوم، شعار الحميدي بن سالم بن حمود العمري. ولكن من الجانب الآخر انطلاقة الفائزة لهلال بن بطي بن محمد الغفلي، وثالث التحديات أرهني العنود لعلي بن صغير بن حمد العويسي. نتابع المركز الرابع والتحديات من الجانب الآخر، وأرى غزة القادمة بكل قوة لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي العنود. من الجانب الآخر العنود تنطلق أيضا بتحديات، أيضا انطلاقة هذا الأداء المتميز، الأداء مثير مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات رائعة. نتابع الفائزة أيضا والانطلاق أيضا من الجانب الآخر، وأرهني الشحانية تتسلل في هذه اللحظات. تنطلق الشحانية لنايف بن منصور بن بدحان الهاجري ونوادر. من الجانب الآخر لسالم بن عود بن حمد بن عود العامري. ولكن أرى ظبية بدأت تتسلل في هذه اللحظات لحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، والتجمع على مقدمة هذا الشوط. نعود بالصدارة، نتابع الظبي اللي تقدم الأداء المتميز، تنفرد أيضا. ولكن التحديات من العنود مع المركز الثاني الظبي والعنود، الظبي بشعال الحميدي بن سالم بن حمود العمري، والعنود مع المركز الثاني لعلي بن صغير بن حمد العويسي. التحديات مثيرة. ومن الجانب الآخر نوادر لسالم بن عود بن حمد بن عود العامري، والتحديات لغزل لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيل. الموقف خطير، الموقف مثير مشاهدينا متابعينا الكرام. أكثر من اسم، أكثر من شعار على المقدمة، ولكن نوادر النادرة بشكلها، النادرة بعرضها المتميز، وسالم بن عود بن حمد بن عود العامري. من يتابع انطلاقة نوادر، يا سلام. التحديات أيضا والانطلاقات من الجانب الآخر. ولكن أرى القدوم من دلال لأحمد بن علي بن سالم الكتبي. من يتابع انطلاقة دلال مشاهدينا متابعينا الكرام، أحمد بن علي بن سالم الكتبي. من يتابع انطلاقة دلال، فاجأت الجميع، انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، غزل مع المركز الثاني لمحمد بن أحمد بن مايد الخيالي، والذهيبة لسيب بن مبارك بن غويث. صدرت الأوامر في اللحظات الأخيرة في التحديات الجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. دلال تتدلل على المقدمة، تتدلل على الصدارة. أحمد بن علي بن سالم الكتبي. من يتابع انطلاق الدلال، غزل من الجانب الآخر لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، واللحظات الأخيرة دلال وغزل واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، دلال غزل تتسلل غزل في اللحظات الأخيرة. تهانينا لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثاني دلال، أحمد بن علي بن سالم الكتبي. المركز الثالث لسيب بن مبارك بن سيب بن غويث. المركز الرابع التحديات من مرموقة لعلي بن هزيب بن محمد المسافري. والمركز الخامس لسالم بن عود بن حمد بن عود العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني
ولحظات أيضا التحديات والإثارة في هذا الشوط والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من غزل اللي تسللت في اللحظات الأخيرة 9:39 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على فوز غزل بالمركز الأول. دلال تاتي ثانيا بشعار أحمد بن علي بن سالم الكتبي 9:39 أربع أجزاء من الثانية، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مع المركز الثالث. المركز الثالث 9:40 جزئين من الثانية. تهانينا لمالك الذهيبة سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الكتبي، تهانينا للجميع والناموس.